لن تصدق، هذا السفاح قتل الطفل بطريقة بشعة للغاية وأكل جسده على مدار 4 أيام. من هو ولماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بيلي جافني البالغ من العمر 4 سنوات يلعب مع 2 من أصدقاء جيرانه أمام منزله في بروكلين نيويورك في عام 1927. كان أحدهم بيلي بيتون 3 سنين وصبي آخر 12 سنة. عندما ذهب الصبي للاطمئنان على أخته الصغيرة وعاد لم يجد أي أثر للطفلين في الشارع. ذهب الصبي بسرعة إلى والد بيلي بيتون وأخبره إن الطفلين قد اختفيا، وبحثوا عنهما في كل مكان حتى عثروا على الطفل بيلي بيتون على سطح المنزل في حالة من الخوف والرعب. وعندما سألوا عن بيلي جافني أخبرهم إن الوحش قد اصطحبه معهم. استمر البحث عن الطفل وسأل سائق الترام جوزيف ميهان، فقال لهم إنه رأى رجل عجوز شارب يمسك بطفل صغير ويتجه نحو جزيرة ستاتين. أطلقت الشرطة حملة موسعة معتقدة أن الطفل فقد منزله، حيث قاموا بالتفتيش في جزيرة ستاتين نيو جيرسي والأماكن السكنية غرب بروكلين، ووصل البحث لتفقد أماكن النفايات وأكوام الكمامة ولكن دون جدوى. ينفع إذن أين اختفى الطفل؟ ثم تم القبض على رجل يدعى ألبرت فيش بعد 6 سنوات من الحادث، أي في عام 1936. وخلال المحاكمة تعرف عليه سائق الترام لأنه كان نفس الرجل الذي شهد ذلك اليوم، كما اتضح أنه كان يعمل في هذا اليوم كعامل دهانات بالقرب من منزل الطفل. قامت والدة الطفل بزيارته في السجن لمعرفة مصير ابنها، لكنه رفض إخبارها بأي شيء ولم تصدق أن هذا الرجل العجوز النحيل قتل طفلها. لكنك تعلم أنه ارتكب أعمال شنيعة وشنيعة ضد هذا الطفل، وجاء ذلك في الرسالة التي أرسلها لمحاميه جيمس ديمبيس. ولا عجب أنه القاتل المتسلسل ألبرت فيش أو الرجل الرمادي أو مصاص الدماء بروكلين. أخذ الطفل إلى منزل مهجور وربط قدميه ويديه ولكم فمه بقطعة قماش وأحرق ملابسه وجلده وقتله وقطعه إلى أشلاء بينما كان يشرب الدم، وأكل في جسد الولد لمدة 4 أيام. تم إعدام هذا السفاح الرهيب في 16 يناير 1936 في كرسي كهربائي كعقاب لجرائمه الشنيعة. عندما كان يبلغ من العمر 65 عام في ذلك الوقت، يقال إن هذا القاتل المجرم والمتسلسل أرسله والده إلى دار الأيتام عندما كان صغيرا، وهناك تعرض لكثير من الإذلال والضرب، حيث اتضح أنه جاء من عائلة تعاني من اضطرابات نفسية، حيث كان عمه يعاني من الوسواس وإخوته مرضى عقليا. هذه قصة تشير إلى ألا تنخدع بالمظاهر، فهذا الرجل بدأ إنسان وديع وفي الحقيقة كان مجرم بشع بلا رحمة ولا إنسانية، وكان من الضروري أيضا التعامل بحذر مع من يعاني منه، وكذلك تقديم الرعاية المناسبة والمناسبة للأيتام حتى يصبحوا أشخاص عاديين ومفيدا للمجتمع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.